الهدف ولوبيتور. لاعب كرة القدم الجزائري خلال حفل نظم أمس بأوبرا بوعلام بالسايح بالجزائر العاصمة، وتلقى خليفة فوز غلام الجائزة من أيدي اللاعب السابق لنادي ريال مدريد البرازيلي روبرتو كارلوس، ضيف شرف هذه الطبعة التي حضرها أعضاء من الطاقم الحكومي يتقدمهم وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، وكذا وجوه رياضية بالإضافة إلى والي ولاية الجزائر عبد القادر زوغ. الموعد أيضا تم خلاله منح عديد الجوائز على غرار جائزة أحسن مدرب تسلمها عبد القادر عمراني وغيرها من الجوائز، كما كان الموعد فرصة أيضا لتكريم بعض اللاعبين.